الأول أرحب بكابتن أحمد فوزي مدرب حراس مرمى منتخب الشباب تحت 17 سنة اللي تولى رسميا تدريب حراس المرمى وتشكيل الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر مواليد 2008. كابتن أحمد مساء الفل ومنورني دايما على شاشة قناة الأهلي. مساء الجمال يا سعيد، ازي صحتك؟ عامل ايه يا الله محمد؟ ربنا يسلمك، يخليك، وحشني والله العظيم. انت اكتر والله، وبهنيك ربنا على يبارك، توليك المسؤوليه في الله منتخب يكرمك، الشباب، ربنا يوفقكم باذن الله الله. يكرمك، الله يكرمك، ودعواتكم بقى معانا ان شاء الله، ربنا يكرمنا كده ونعمل جيل كويس ونوصل لحاجه كويسه ان شاء جيل الله. 17 سنه ده انت بتحط بقى ايه الاساس بتاع المنتخبات ان شاء الله في الفتره اللي جايه. يا رب ربنا يكرم ان شاء الله وتبقى بدايه خير بامر الله. باذن الله، كل التوفيق يا رب لحضرتك ولكل الله الجهاز يكرمك. الفني والمعاون. طيب عايز الاول اخد راي حضرتك، وانا كنت بتكلم على بطوله افريقيا، الاهلي تاهل في الصداره والمواجهات المنتظره اما سيمبا او مازيمبي او الترجي، شايف صداره الاهلي ازاي؟ المواجهه اللي ممكن تكون الافضل للاهلي في التوقيت الحالي ممكن تكون مع مين؟ الاول طبعا الحمد لله شيء طبيعي، مجموعه الى حد ما كانت في المتناول، يمكن اصعبهم فرقه يانج افريكانز، انما بالوزداد يمكن عشان الحاله النفسيه بيننا وبينها او بيننا وبين فرق الجزائر عامه. الفرقه الثالثه يعني على قدهم، انما الحمد لله طبعا ثلاث تعادلات وثلاثه مكسب حاجه ايجابيه جدا. بقى لنا كتير من 2018 ما صعدناش اول المجموعه بارتياحيه، اعتقد حاجه ايجابيه جدا. تدوير اللاعبين خلي بالك في الست مباريات دول هتلاقي مش اقل من 24 لعيب او 25 لعيب لعب المباريات، ودي حاجه ايجابيه جدا ان عندك كل ما فيش حاجه اسمها بودلة وما فيش حاجه اسمها اساسيين، كل الفرق الحمد لله واقفه على رجلها، والراجل عنده دي كويس جدا وبيعرف يتعامل معاها كويس قوي. اعتقد ان ثواني المجموعات فرق قويه على فكره، يعني الترجي فرقة قوية جدا، يمكن حتى مازيمبي خرج بالمواجهات المباشرة قدام صن داونز، فرقة سيمبا فرقة قوية جدا، وبقى لها أربع خمس سنين يمكن من الأسباب الرئيسية إن احنا شفنا بطولة سيئة للنادي الأهلي في الدوري الأفريقي، إن احنا بداياتنا كانت تعادل هنا وهناك، فأعتقد يعني الفرقة دي قوية. انا اتمنى ان انا اقابل الترجي لسبب واحد بس ليس الا هو ان اللعيبه تلعب في نهار رمضان في مازيمبي وتسمبا، انما على الورق اتمنى يعني اقلهم قوه هو تسمبا، واعتقد ان احنا غالبا هنقعد مع تسمبا. في بص مش هنكذب على بعض، يعني بيبقى في حالات كده، ما اعتقدش ان الاهلي والترجي الفريقين الوحيدين العرب هيقابلوا بعض في البطوله دي، ودي وجهه نظر يعني. فاعتقد ان احنا هنقابل مازيمبي يا تسمبا، وانا اتمنى تسمبا ان شاء الله، وربنا يكرم اللعيبه وتبقى يعني واقفه على رجلها في نهار رمضان، ويبقى في استعداد جيد للتمرين بفترات طويله في نهار رمضان، لان الموضوع هيبقى صعب لو قابلنا فرقه من مازيمبي او تسمبا. يعني امنياتك الترجي نتيجه التوقيت المباراه، لكن توقعاتك ممكن تكون سيمبا التنزاني غالبا. طيب هل دوري ابطال افريقيا السنه دي فيه مفاجآت؟ يعني لاول مره من فتره كبيره جدا نشوف فريقين عربيين بس فقط في دور الثمانيه، الاهلي والترجي، كان دايما الوداد موجود بشكل مستمر، فريق من الجزائر موجود، فريق من السودان موجود، يعني اعتقد سيطره كبيره جدا لشمال افريقيا مش موجوده المره دي. اكيد، وحتى الرجاء كان كتير بيبقى موجود، مظبوط. فيعني ساعات كتير كان وفي السنه بتاعت نهاية القرن كان الرجاء والاهلي والزمالك والوداد، صحيح. كانت مربع الذهبي غالبا بيبقى فيه منه كمان ثلاث فرق، ثلاث فرق عربيه، ولكن ممكن مش مفاجات ولا حاجه، بس كل دول افريقيا اعتقد ابتدت تبص على الدوري الافريقي تحديدا اكثر من الفرق المغرب، خاصه ان المغرب معظم لاعبتها المحترفين بره، الجزائر نفس القصه، تونس يمكن الفرقه الوحيده اللي بتعافر معاك هي الترجي والصفاقسي من بعيد لبعيد، فيعني اعتقد لا الفرق العربيه مستواها، حتى فرق في مصر الزمالك وبيراميدز بعيد شويه عن التاهل للنهائيات، فاعتقد يعني ده طبيعي جدا، الفرق الافريقيه ابتدت مستواها يزيد. لو بصيت حتى في الكونفدراليه هتلاقي فرق برضو مش الفرق العربيه اللي كانت برضو مستحوذه على الصعود للنهائيات هي اللي صعبه، يمكن كان على طول نهضه بركان بياخد البطوله دي، مش موجود. في فرق قويه هناك
جدا. اعتقد لا يعني الخريطه بتبتدي تتبدل حتى في بطوله افريقيا اللي فاتت للامم. شفنا الفرق العربيه معظمها مش متواجد اصلا، ودي حاجه يعني سلبيه نتمنى ان احنا نلحق نتداركها، لان البطوله الافريقيه دلوقتي قوتها الشرائيه بقت اعلى وعاليه جدا جدا جدا. نتمنى انها تبقى في علو، لان دي هيبقى ليها مردود كويس جدا علينا كنادي اهلي الاول وبعدين كمنتخب مصر.